انا مويه صافي مويه جبدو دو القران الكريم ولا ياسر هاي اوكي خل تقرا انت تقرا جبدو بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل مقاماتكم السامية الكريمة. في البداية نستهل هذه الجلسة والتي هي لدعوة الدولة للمصادقة على ميثاق روما. نستهل قبل أن نستهل الجلسة نبتديها بآية من الذكر الحكيم يقدمه الأستاذ أبو بكر الإمام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان الله العظيم. مرة ثانية نرحب بالجمع الكريم. سيكون المتحدثين عن سأعطي نبذة بسيطة عن العراقيل التي تقابلنا ونبذة عن ميثاق روما. سيكون المتحدثين أستاذة سلوى سعيد المحامية، هتتكلم عن المحكمة الجنائية. أستاذ محتز أحمد المدني، خبير القانوني والناشط في حقوق الإنسان، هيتكلم في هذا المجال بصورة أوسع. أستاذ عبد الخالق النمير، اللي هو شبكة النميري، شبكة الأحداث منظمة أمل، وحيتكلم ربط القانون الدولي الإنسان. الأستاذ عباس محجوب حيتكلم عن المحاكم المختلطة. شكرا لكل الضيوف، شكرا للحاضرين جميعا. أستهلوا نحن تلبية قبلنا أن نكون في ميثاق روما وأن ننادي إليه مع أبنائنا القانونيين خارج السودان والناشطين في حقوق الإنسان، لأن الهدف من قيام ميثاق روما هو محاسبة ما تشهده البلدان من حروب وتفلتات والانتهاكات التي حدثت هنا في السودان وفي غيرها من البلدان، وهي دائما تهتم بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. في هذا الميثاق إذا أخذنا نبذة بسيطة، وقعت حوالي 124 دولة في مارس 2016. أربع دول منها انسحبت، اللي هي روسيا وغامبيا وبوروندي وجنوب أفريقيا. نجد الدول المنسحبة أن كلها يمكن معظم الدول شمولية مارست الحكم الدكتاتوري، والانسحاب كان لهدف محدد. نجد أن إسرائيل امتنعت، لأن إسرائيل هي في الاستيطان، والاستيطان معناها أنه حرب ومعناها تدخل في المحاكمة. فكل هؤلاء كان خرجوا من هذه الاتفاقية. تنظر المحكمة دائما في أربع قضايا، ثلاثة منها تم إحالتها لاتهام أشخاص بارتكاب جرائم حرب وإبادة، وهي في دول الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى وأوغندا الديمقراطية، وواحدة منها اللي هي مجلس الأمن أحال إلى المحكمة الدولية، وهي محاكمة الرئيس السابق في العهد البائد عمر أحمد البشير.
من النقطة دي بنود نؤكد نحن إذا وقعنا أو لم نوقع نحن جزء من المنظومة العالمية. يعني مجلس الأمن مخول له أن يحول مثل هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية. طيب قام يساق روما لأربع أسباب تقريبا، هي الإبادة الجماعية وجرائم العدوان والحرب، ويمكن مغاضاة الدول في الجرائم الدولية التي قام مرتكبيها بهذه الأحداث. ودائما ما تحدث للدول التي لا يكون لها قوانين تتماشى مع هذه الحالة، أو هي دول غير راغبة في تحقيق العدالة، وهي يمكن الحالة التي نحن فيها. نحن الآن يمكن اتضح جليا أنه ليس هنالك رغبة في تحقيق العدالة، ولكن نتمنى أن يحدث غير ذلك. قلنا مجلس الأمن هو مخول له بذلك. إذا أخذنا نظرة بسيطة للمحكمة، محكمة للجنة أديب، أنه بنجد دائما أنه أديب أكد في أكثر من مرة ووصف هذه وصفه جريمة ضد الإنسانية، وقال يمكن يكون غير مطابق عليها جريمة ضد الإنسانية. قال يعني رفض أن يثبت ذلك أو ينفيه، أكد أنه نتيجة الأحداث أن ننتظر نتيجة الأحداث، وستصير نتيجة الأحداث أن تكون هذه الجرائم تصنف ضد الإنسانية أو غيرها. طيب وصف القتل بأنه شنو؟ قتل وجرح وجرائم جنسية كالعنف الجنسي. هنا طبعا من هذا الوصف هنالك إشارات واضحة إلى أننا نحن حنمش للمآلات والنتائج التي نؤول إليها. أكد أكثر من مرة أن الخشية على نفسه هي ما هي ليس هم من الهموم، لأنه بيأدي في عمل مهني، وأنه الحاجة الدائرة أكدها. قال أنه أنا بأكد أن لا أخطي في العدالة، أنه هو داير يحقق تحقيق بحيث أنه هذا التحقيق لا يمكن أن يرجع أو أن يشطب مرة ثانية من المحكمة. طيب سئل عن الـ عن الـ عن الحصانات، وقال كل الحصانات تم تجميدها، وتم استدعاء 3000 شهود. هؤلاء الشهود أتوا طواعية دون أن ترسل لهم رسائل بالحضور. اطلع على 250 فيديو، اطلع على 250 فيديو. هذه ال 250 فيديو، أنه هنا نحن لا نملك التقانة التي يمكن أن نحلل بها الصور بصورة يمكن أن تمكن الشخص الذي يسعى لتحقيق العدالة من أن 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 يجد المعلومات الواضحة التي تعينه على ذلك. طيب هنا في هذه اللجنة اللي هو أكد أنه تم زيارته لمسرح للمسرح الحادثة بتاعت فضل الاحتصام، ومن خلال ما تقدم يعني نحن بنأكد أنه السير بتاع فضل الاحتصام أنه إلى الآن فضل الاحتصام وما قبل فضل الاحتصام وما بعد فضل الاحتصام، نحن بنأكد إذا هو ما أكد لنا بنأكد جرائم ضد الإنسانية بثقافتنا العادية. ليه؟ لأنه أهين فيها الإنسان السوداني، لأنه تمت فيها الريبينج الاغتصاب، وتمت فيها الإساءة بالألفاظ، وتم فيها القتل، وتم فيها أن جرح بعض الناس. كل ما تقدم يؤكد أنها جرائم ضد الإنسانية. نجد يعني إذا غرنا هذه اللجنة أنها هي لجنة ترقب في تبييض وجه التنفيذيين، مثل اللجنة التي مثلها دفع الله الحاج يوسف في السابق، هي كانت تسعى لتبييض وجه الحكومة، بالرغم من أنها استندت لثلاث حاجات
مع المسؤولين الدوليين اللي هي أكدوا أن هنالك إبادة جماعية، طالبوا حاملي السلاح بإيقاف التهميش وأن يتقاسموا الثروة والسلطة، وأن لفظ الجنجويد لفظ ينطبق على العرب وينطبق على الأفارقة. طيب نحن ما يهمنا هنا أنه أنا داير أقول نحن في أثناء سيرنا قدمنا ثلاثة مذكرات اتقدمت بمليونية مشهودة في 3/12. هذه الثلاثة مذكرات طالبنا فيها النائب العام بتكوين نيابات خاصة للشهداء، طالبنا فيها مجلس القضاء بأن يؤكدوا لنا أن هنالك في محاكم خاصة تهتم بالشهداء. ده كله يدل على أنه نحن نرقب في الإسراع والإنجاز في لهذه المحاكم. نجد الإبطاء والإمداد الزمني، يعني تمديد الفترة الزمنية لآجال نحن لا نعلم مداها، لكن حتى أنه يعني الواحد بقت الآمال تتبدد منه. أنا لا يمكن أن أؤكد أن يكون هنالك قيام مجلس تشريعي، ليه؟ لأنه الآمال خلاص يمكن تكون تبددت مننا، يعني لأنه المجلس التشريعي سيقوم بالمحاسبة وسيقوم وسيحدد عدم إفلات المجرمين من العقوبة. تقابل اللجنة الدعم، لجنة الدعم القانوني، عندنا كثير من العراقيل رفع الحصانة، وهذا ليس معمول به إلى الآن بصورة، يعني يمكن تكون بعد ضغوط بنجد منا 2 أو 3 تم رفع الحصانات منهم. نحن الآن يا جماعة على ما يقارب 2 سنة، ونحن الآن لم ندفع إلا ب7 أو 8 ملفات للمحاكم. حتى الملفات التي تم فيها استنفاس واستكمال المقاضاة الكاملة لم تجد محاكمة عادلة لحد تاريخه، والشاهد على ذلك محكمة الأستاذ أحمد الخير. ما نتمناه أن تعاد الصيغة وتعاد الهيكل. وقفتنا هنا، نحن نطالب الدولة بأن توقع على ميثاق روما وأن تفتح المحكمة الدولية مكاتبها. ليس ذلك لأننا نريد أن نحاكم هؤلاء الناس، نحن نريد أن نحاكم الناس في محاكم سودانية، ونريد أن أولياء الدم أن يروا بأم أعينهم المحاكمة، إن كانت علنية أو كانت سرية، أن تكون في الوطن حتى لا تترتب عليها أشياء أخرى. نامل ونكرر أن يتم ذلك، وأن يتم عبر غضاء نزيه. وإلى الآن نحن في تمديد الآجال الزمنية من اللجنة، والقضايا تراوح مكانها. لذلك نحن نطالب وبشدة الدولة أن توقع في هذا الميثاق. يمكن نقطة أخيرة أود أن أضيفها، لجنة أديب، يمكن نحن تمت مقابلتنا للأمريكان، للأوروبيين، بمختلف المجموعات بتاعتهم. أكد مجلس الكونغرس يمكن أن يقوم بدعم دعم نحن طالبناه، إذا كان يريد أن يدعم اللجنة دعم لوجستي، حتى أن تؤدي اللجنة دورها الكامل. من هذا المقام ومن المنبر الشريف هذا أود أن أخاطب دكتور حمدوك رئيس مجلس الوزراء على أن يخاطب مجلس الكونغرس الذي وعد بالمساعدة في القضايا، لأن هنالك في قضايا زي ما قلت، في قضايا بتاعت ريبين، في قضايا بتاعت هنا، في قضايا تحتاج لعلاجات لفترة زمنية طويلة، وهم أبدوا هذا الاستعداد. نطالبه بأن يمد يد العون للجنة، وأن تتم اللجنة بسرعة من استكمال تحقيقها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعقبني بعد ذلك أن تتحدث الأستاذة سلوى سعيد المحامية عن المحكمة الجنائية والتعريف بها أكثر مني، لأنني ليس بالمتخصص في هذا المجال. شكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم. نترحم في البداية على كل الشهداء، نتمنى العودة الحميدة للمفقودين. هأتكلم هأدي إضاءات بسيطة عن أوكا مدخل عن المحكمة الجنائية الدولية، وهيتحدث تفصيلا زميلي معتز المدني عنا بالتفصيل. الهدف من المحكمة الجنائية الدولية طيب انا هتكلم كمدخل او اضاءات سريعه عن المحكمه الجنائيه الدوليه، وهيتكلم بتفصيل عنها الاستاذ معتز المدني زميلي. الهدف من المحكمه الدستوريه هو عدم الافلات من العقاب. انعقد مؤتمر روما سنه 98 واتمخض عنه نظام روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه، والسودان كان من الدول الموقعه على هذا النظام في سنه 98. بعد كده الحاجات اللي حدثت في دارفور، لانه السودان ما مصادق، موقع وغير مصادق على نظام روما، لكن ما حدث في دارفور خلى مجلس الامن يتدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده الاخلال بالامن والسلم الدوليين، وبموجب ده احال مجلس الامن الحاله في دارفور للمحكمه الجنائيه الدوليه. المحكمه الجنائيه الدوليه نظام تكميلي، يعني بتتدخل في حاله عدم رغبه الدول او عدم قدرتها في انها تحاكم الجناة المعينين. عندها اختصاصات معينة المحكمة الجنائية بتنظر في جرائم محددة وفق المادة 5 منها، اللي هي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. بتختص المحكمة الجنائية يعني إنه الدول الموقعة على المحكمة الجنائية على نظام روما بتقبل اختصاص المحكمة في الجرائم اللي بتقع في دولها، وهو الدول اللي بيقع في إقليمها سلوك المجرم بتختص برضه المحكمة الجنائية، بتفصل في الجرائم الواقع فيها، والدولة اللي بيكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياه. المحكمة بتمارس صلاحياتها واختصاصاتها دي عن ثلاثة طرق. إذا دولة طرف موقعة أحالت للمدعي العام الجريمة المحددة، إذا كان المدعي العام هو من نفسه باشر التحقيق، أو إذا تمت الإحالة من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع. المادة 7 بتتكلم عن الجرائم ضد الإنسانية، عرفتها بأنه أي فعل من الأفعال التالية يعتبر جريمة ضد الإنسانية متى ما ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. بتتمثل الجرائم ضد الإنسانية في القتل العمد والاختفاء القسري والاغتصاب إلى آخره. وأنا في رأيي أنه الجريمة ضد الإنسانية بتنطبق على جرائم فض الاعتصامات في فض اعتصام القيادة والاعتصامات اللي كانت في كل مدن السودان، لأنه كان في هجوم منظم، ولأنه كان ضد مجموعة من السكان المدنيين، وكان في قتل عمد، وفي اختفاء غسري، وفي اغتصاب، وفي يعني المادة دي تنطبق تماما على فض الاعتصام. بالنسبة في المحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الجنائية بتكون فردية، يعني المرتكب الجريمة بيكون بيسأل بصفته الفردية إذا هو مرتكبة بنفسه أو عن طريق شخص ثاني، أو إذا أمر أو أغري بارتكاب الجريمة، أو قدم عون أو ساعد في تسهيل ارتكاب الجريمة أو وفر وسائل. كل الأشياء دي هو بيحاسب عليها، بيسأل عليها مسؤولية جنائية فردية. القادة والرؤساء برضو بيسألوا مسؤولية جنائية من الجرائم اللي بترتكب من قواته، يعني القائد العسكري أو من ينوب عنه إذا قواته قامت بأي فعل من الأفعال الأربعة اللي قلناها
بيسأل هو نفسه، لأنه هو ما قدر يسيطر على القوات دي ولا قدر يتخذ أي تدابير تمنع ارتكاب الجرائم دي. المحكمة الجنائية ما بتحتد بالصفة الرسمية، يعني نظام روما بيطبق المسؤولية على الناس بشكل متساوي بدون تمييز بسبب صفة، يعني صفة رسمية أنت مسؤول أو رئيس دولة ولا رئيس حكومة، ده ما بيحفيه إنه هو يعني يسائل جنائياً. برضو كمان الحصانات ما بتحول، الحصانات المرتبطة بالصفة الرسمية ما بتحول دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، يعني ما في حصانة في قدام المحكمة الجنائية. الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية، الجرائم برضو ما بتسقط بالتقادم، يعني في أي وقت ممكن تتحرك والناس يفصل فيها، يعني ما بتسقط بالتقادم. شكرا جزيلا. انا حخلي معتز استاذ معتز يواصل بتفصيل اكثر عن المحكمه الجنائيه. شكرا لكم. طيب انا بجيب بكل انحناء بكل تقدير لكل اسر الشهداء لكل الموجودين من ثوار من كنداكات عشان نحمي كل السياده بتاعت القانون، وعشان نقدر نحن نحط لنا ترسانة قانونية. ممكن اجيب ليه؟ لا 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 معتز أحمد المدني المحامي خبير قانوني ناشط في مجال الإنسان، ولكنني أفضل دائما أن أوصف بأنني من أولاد الشوارع ومن أولاد الثوار ومن أولاد المكاريس ومن أولاد اعتصام القيادة. كثير جدا وقفنا ونحيي كل الشهداء ونحيي أسر الشهداء ونحيي هذا المكان الثابت، هذا المكان الجميل المتعلق بمنظمة أسر الشهداء. عندما نقف في هذا اليوم نقف إجلالا لكم جميعا هذا الحضور، ويمتد هذا الإجلال وهذا التقدير للكنداكة سلوى سعيد التي قدمت هذه المذكرة التمهيدية للنقاش. طيب، أي تحول سلمي ديمقراطي لازم يكون بأسس محددة جدا، والتحول السلمي الديمقراطي التم هنا ده يا إما التحول ده يتم عبر ثورة كاسحة ماسحة لكل النظام الاستبدادي، يا إما المسألة تتم بتحول في منظومة النظام المتسلط، ودي مثلا تحولات حصلت في شرق أوروبا كثير جدا، يا إما التحول يتم بواسطة شراكة بين الاستبدادي وبين الثوار المعارضين، وده حصل لنا هنا في التسوية السياسية التمت في السودان. التحول السلمي هنا أخذ الصفة بتاعة المسألة بتاعت التسوية السياسية بين ممثلين لبعض الثوار وممثلين للطغمة أو السلطة العسكرية الموجودة لحد الليلة. بالتالي حصلت حاجة محددة، حصل ترجيح للكفة العسكرية بشكل واضح جدا حاليا. الترجيح للكفة العسكرية ده خلى في سيطرة عسكرية، في سيطرة أمنية، في سيطرة شرطية، حتى في سيطرة سيادية. المسألة دي الأسس بتاعتها وقفت عقبة أساسية قدام التحول الديمقراطي الحقيقي، وقفت عقبة أمام المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وبقت عقبة كبيرة جدا حتى للأسس المدنية اللي يفترض تكون فيها الدولة. بالتالي الكلام ده أدى لشو؟ أدى بشكل واضح جدا لتعثر العدالة الانتقالية، وطالما أدى لتعثر العدالة الانتقالية في غياب للبرلمان، في قيام لتسليم الجنايه للمحكمه الجنائيه الدوليه، في قيام تام للمحكمه الدستوريه، وفي مناهضه حتى للجان بتاعه الفساد واللجان بتاعه ازاله التمكين. دي كل الاسس اللي ادتنا ليها، وكان في شلل كامل حتى الان حاليا في منظومه الاجهزه العدليه. الكلام ده بيقودنا لشنو؟ بيقودنا لعدم المقدره وعدم الرغبه وعدم الإمكانيات الفنية اللي بتقودنا لمحاكمات عادلة ولقصاص كامل ولحق الشهداء، أن إحنا ما بننساو وما بنساوم فيه وما بنغفر حقه.
في مسائل محددة جدا غادت لها الوثيقة الدستورية، وبالرغم من العيوب بتاعتها الوثيقة الدستورية بتنادي بالإصلاح القانوني وإصلاح المنظومة العدلية في الارتباط التام بالمواثيق الدولية. من خلال النقطتين الأساسيات دل بتبقى في حتمية كبيرة جدا ودرسانة قانونية بتقودنا لأنه نحن نلجأ لمظلة المحكمة، محكمة الجنايات الدولية بشكل واضح جدا. طيب، وفي نفس الوقت نادت الوثيقة الدستورية بسيادة مبدأ القانون، The Rule of Law. سيادة مبدأ القانون دي أن إحنا بنساعد مساعدة كاملة جدا لأنه نحن نرجع بمنظماتنا بشهدانا بكل المظلومين لمحكمة الجنايات الدولية، سواء كان ذلك في انتهاكات في جبال النوبة أو انتهاكات في جنوب النيل الأزرق أو انتهاكات تمت في محيط القيادة العامة. طيب، جاءت الوثيقة الدستورية وانسجمت معها طوال الاتفاقية بتاع جوبا. اتفاقية جوبا بتسمو على أي نص من النصوص بتاع الوثيقة الدستورية في حالة تعارضها. إذا سكتت الوثيقة الدستورية عن إحالة الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية، جاءت اتفاقية جوبا بشكل واضح جدا وقالت مسؤول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية وتحقيق العدالة الانتقالية. يبقى نحن عندنا المبرر القانوني والمبرر الدستوري لإحالة أي مسألة أو أي نزاع من النزاعات أو أي جريمة من الجرائم تم ارتكابها لمحكمة الجنايات الدولية، وده مبرر وجستيفيكيشن فير جدا وواضح في إحالة كل الجرائم التم سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في محيط الاعتصام. طيب يا جماعة، بشكل واضح جدا الروابط العالمية بقت مشتركة، في نفس الوقت الضمير الإنساني العالمي بقى واحد، في نفس الوقت نحن لازم نعزز التعاون الدولي. بيبقى من المنطلقات الثلاثة دي المبررات الإنسانية والموضوعية للجوء للمحكمة بتاعت الجنايات الدولية. والمجتمع الدولي حاليا يكاد يكون بأسرة واحدة، وحاليا في القوانين بتاعت الجنايات العالمية الموحدة الممكن تنظر في كل النزاعات الموجودة، ما يفتكر أي عسكري أو أي استبدادي أو أي ديكتاتور ممكن يفلت من العقاب، حتى لو فلت منه حاليا ما يقدر يفلت منه دوليا. ونحن الكلام ده كله تحت احترامنا الكامل جدا لمظلة القضاء المحلي، لكن القضاء المحلي بتبقى في انتهاكات محددة. وأنا سعيد تكلمت عن العدالة اللي عندنا حاليا ومضروبة بكمية كبيرة جدا من الارتباك القضائي والقانوني والعدلي، وبالتالي ان احنا ما بنقول عدم صلاحية، لكن بنقول ان احنا التأهيل حتى في مجال الكادر والتدريب ما موجود. نمرة 2، الصوابق القضائية المتعلقة بالجرائم المحددة دوليا ما موجود. لأسعى ان احنا ما عندنا صوابق قضائية بتتعلق بالعدوان، ولا بتتعلق بالإبادة الجماعية، ولا بتتعلق بالتطهير الجماعي، ولا بتتعلق بالشغل بتاع الجرائم ضد الإنسانية، ولا جرائم الحرب. طالما ما في إرث قضائي في هذا الجانب، بيبقى المحاكم بتاعتنا ما مؤهلة للنظر. إذا كان 30 سنة أنا عندي كوادر في الهيئة القضائية أو في ديوان النائب العام ما اتدربت التدريب السليم، ما مشت الكورسات البرة، ما مشت اشتغلت في سويسرا ولا في المنظمات، ولا كان عندنا وجود دولي زاده عشان نحن يكون عندنا الإمكانيات الفنية والإمكانيات القانونية اللي بتخلينا نطبق الجرائم دي، ودي واحدة من الحتميات الضرورية لإحالة النزاع لمحكمة الجنايات الدولية وللإسراع بالحملة دي عشان تصل للتصديق على الميثاق بتاع روما. طيب، نحن نميز حاجة بسيطة جدا بين التوقيع على الاتفاقية أو الميثاق بتاع روما وبين المصابقة. التوقيع بيبقى المندوب بتاع السودان في الوقت ده وقع توقيع كامل على الاتفاقية بتاع روما. يبقى في توقيع موجود، ده مبرر كافي جدا لأنه يرجع ويشوف الجهة الشعبية المصادقة في خطوات محددة جدا. الخطوات المحددة دي يفترض يقوم بمباشرة كالآتي: يتم في البداية التصديق من الجهة التنفيذية ومن الجهة الإدارية الموجودة في أعلى شغل بتاع مجلس الوزراء.
الخطوة الثانية من التصديق بيبقى التصديق البرلماني. وطالما نحن هنا عندنا حاليا السلطات بتاعت البرلمان بتتم ممارستها فيما بين السلطة السيادية والسلطة التنفيذية، فيبقى إذا كان تم التصديق من الجهتين دين بيبقى تم المصادقة الكاملة على ميثاق روما، وبيبقى ميثاق روما هو بيحكم لنا بعض الجرائم، وبيبقى بيقفل لنا الميدان لقدام لأي انتهاك يكون يتم فيه إبادة جماعية أو فيه أي تطهير أو فيه أي جرائم ضد الإنسانية أو فيه جرائم بتاع الحرب. بالتالي نحن لابد إنه نقود حملة كبيرة جدا لحث المجلس السيادي وحث مجلس الوزراء للمصادقة على هذه الاتفاقية، قفلا للباب الممكن يجيك ويقول لك لا ما تم المصادقة أو ما تم التوقيع على الاتفاقية. رغم إنه تم التوقيع على الاتفاقية ما تم التوقيع على الاتفاقية، الحدود الدولية بقت واسعة جدا ويمكن إحالة أي نزاع عبر مجلس الأمن. طيب الخطوات بتتم كالآتي: إذا كان تمت المصادقة دي ممكن إحالة النزاع أو إحالة التحقيق فيما يتعلق بالمسألة دي للمدعي العام بتاع المحكمة. المحكمة الجنائية بتتكون من 3 أجزاء أساسية، اللي هي المكتب بتاع المدعي العام، وده معني بالتحقيق في الجرائم، ومعني بالتحري فيه، ومعني برفع التوصية بتاعته لمجلس الأمن ولمحكمة الجنايات الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية فيها الدائرة التمهيدية وفيها الدائرة الأخرى. طيب نحن ليه دائما بنتكلم عن ضرورة محكمة الجنايات الدولية؟ لأنه بالإضافة للإرث القضائي اللي اتكلمت عنه فيها قواعد قانونية للإثبات مختلفة تماما عن القواعد القانونية المحلية. حتى لو الناس اتكلمت عن القواعد الإجرائية بنلقى فيها إجراءات كالآتي: فيها الإجراءات التمهيدية، ويكاد يكون في جزء منكم شافها في المحاكمة بتاعت كوشيب، اللي هي الفيرست تشامبر أو الغرفة التمهيدية. الغرفة التمهيدية دي بتتم فيها حق المتهم وممارسة حقوقه الكاملة والملبس بتاعه والماكل بتاعه والمسكن بتاعه. ثم بعد ذلك بتجي المرحلة بتاعت المحكمة الثانية، والمحكمة الثانية هنا بتقوم بتدرس حالة المتهم وبتواجهه بالتهم بتاعته وبتناقش التهم بتاعته، وبترجع بعد ذلك للدائرة بتاعت المحاكمة اللي هي بتسمع البينة والشهود بقواعد قانونية مختلفة عن قانون الإجراءات الجنائية المحلي الموجود عندنا سنة 91 ده الموقع عليه السيد المشير عمر البشير. يبقى احنا هنا بنضمن مجموعة كبيرة جدا من إجراءات جنائية وإجراءات بتاعت إثبات مختلفة تماما. في مسألة مهمة جدا في محكمة الجنايات الدولية، في الصندوق بتاع دعم المتضررين، وده صندوق كبير جدا بالمناسبة مساهمة فيه جهات كثيرة جدا من الأمم المتحدة، والصندوق ده لجبر الضرر. طيب جبر الضرر بالنسبة للنازحين بتاع دارفور، أو جبر الضرر بالنسبة للعودة الآمنة للنازحين في جبال النوبة أو النيل الأزرق. إذا كان إحنا جينا في الموضوع بتاعنا الخاص بفضل الاعتصام، بيبقى جبر الضرر بيبقى في تخليد الذكرى. نحن لسع الشهداء بتاعينا ناديل ما قادرين نخلد الذكرى بتاعتهم، لسع نحن ما قادرين نسمي الشوارع تسمية كاملة بأساميهم كلهم، لسع ما قادرين نخط لهم نصب تذكارية في الحتات اللي ماتوا فيها، لسع ما قادرين نعمل لنا تمثال أو مجسد واحد للشهداء بتاعيننا. الصندوق بتاع دعم جبر الضرر في محكمة الجنايات الدولية بيوفر الإمكانيات الكبيرة جدا اللي بتخلد الذكرى. نحن الليلة يفترض نطلع من هنا، إذا كان في النادي بتاع الأمن ده، النادي بتاع الأمن ده يتسمى باسم الشهداء بتاع البري، وإذا كان في أي مبنى تابع لأي قوة من القوات ساهمت في سحق الاعتصام، يبقى نحن في حالة زي دي تتم مصادرته ويسمى نادي باسم واحد من الشهداء بنفس المستوى في أم درمان، بنفس المستوى في الشوارع الثاني. وفعلا ناس مطر عملوا كويس جدا وسموا شارع الإنغاز باسم الشهيد مطر، وكده بنكون خلدنا الذكرى، وتخليد الذكرى ده جزء كبير جدا من قواعد وأسس العدالة الانتقالية. طيب الجرائم ضد الإنسانية، احنا كنا في الميدان، والحصل في الميدان والوقائع بتاع الميدان دي بتوضح لنا مجموعة بتاعت 5 جرائم لازم نتناقش فيها بشكل واضح جدا.
في وكل ابتدعت تحت مظله الجرائم ضد الانسانيه، لانه عرفت الاستاذه سلوى الجرائم ضد الانسانيه بشكل واضح جدا، اللي هو بيشمل القتل الجماعي وبيشمل النقل القسري وبيشمل قتل المدنيين، وده بيجي دائما ضد مجموعه محدده جدا من السكان بيتم استهدافها، وفي نفس الوقت الجرائم المتعلقه بالاغتصاب. دي الجرائم ضد الانسانيه مفصله ومحدده، ما في زول بيقدر يغالي عليها. ان احنا كنا في الميدان ده عبر شهود وما عايز لها شهود، واضح جدا انه تم سحق الكثيرين جدا في المدارس، وتم اغتيالهم قدامنا، وتم استهدافهم بواسطه جماعات عسكريه، والجماعات العسكريه دي بالمناسبه اللي ارتكبت الجرائم دي كلها، التحرك بتاعها اذا كان من الساحه الخضراء او من جامعه السودان وكتائب الظل وكتائب علي عثمان محمد طه، كل ساهمت المساهمه الكامله في ارتكاب الجرائم دي، وكانت واضحه جدا بالمناسبه. والاغتصاب كان موجود، وكل الانتهاكات كانت موجوده، والناس بتسميه هو فضل الاعتصام، انا قاعد اسميه اباده الاعتصام، لانه فضل الاعتصام ده كان ممكن يتم بابسط قوه عسكريه او قوه جنائيه، لا، فضل الاعتصام ده تم بشكل عنيف جدا للسحق وحرقوا الخيم، ده ما فضل اعتصام، وكسروا الساوند سيستم وعملوا الاشياء دي كلها، ده ما كان فضل اعتصام. طيب في حاجه ثانيه، جريمه سلبيه كبيره جدا، الجريمه السلبيه لما اتقفلت كل الابواب قدام الثوار ومنعوهم من دخول القياده العامه وبعض الوحدات العسكريه الموجوده، دي جريمه سلبيه تم ارتكابها بشكل واضح وتعتبر جريمه ضد الانسانيه. الاستاذه سلوى تكلمت بشكل جميل جدا عن مسؤوليه القاده. مسؤوليه القاده والرؤساء دي من الضمانات الاساسيه اللي بتوفرها محكمه الجنايات الدوليه. مسؤوليه القاده والاركان والرؤساء هي كالاتي: اذا كان تمت الجريمه دي في محيط ميدان الاعتصام، يبقى القائد العسكري الموجود في القياده العامه، لو رجعنا للمضابط والمحاضر بتاعته وعندهم حاجه اسمها دفتر الاحوال وعندهم حاجه اسمها دفتر البلاغات، نحن نلقى القائد العسكري الموجود ده مسؤول مسؤوليه كامله. ثاني حاجه، القائد المسؤول عن منطقه الخرطوم العسكريه ده مسؤول مسؤوليه كامله من باب القاده والرؤساء. القاده الموجودين في اللجنه الامنيه بتاعت ولايه الخرطوم اللي بتتكون من مؤسس ممثل لرئيس القضاء وممثل من النائب العام وممثل من غيره، ده المسؤولين مسؤوليه كامله. القائد بحر اللي كان هو والي ولايه الخرطوم برضه مسؤول مسؤوليه كامله بالشكل السلبي حسب مسؤوليه القاده والاركان ومحكمه الجنايات الدوليه اللي احنا بتوفر لنا مبادئ اساسيه مهمه جدا. مبدا بتاع اسقاط الحصانات، ودي مساله معروفه وما دار اطول فيها، مساله استبعاد التقادم زي ما قالت الاستاذه سلوى، ومسؤوليه القاده والرؤساء اللي اتكلمت عنها، وفي نفس الوقت عندها مبدا بتاع التكامليه بين القضاء المحلي والقضاء بتاع المحكمه الدوليه باعتبار انه في مكان الاختصاص او الانتقال. طيب بتنتقل الولايه الدوليه من المحليه، اتكلمت الاستاذه سلوى عن انه المساله دي بتتم بواسطه مجلس الامن او بتتم باحاله من دوله، او اذا كان راى المدعي العام بتاع المحكمه بتاعت الجنايات وقدرنا نحن نقنعه بالواقعة دي، وجات السيده بن سودا المدعي العام هنا وقابلنا وتكلمنا معاه في امكانيه تقييم حاله فضل الاعتصام، واتناقشنا معاه من الناحيه القانونيه باعتبار انه بتبقى دي واحده من الجرائم ضد الانسانيه. طيب القضاء السوداني لا زال بخير وبامكانيات جيده جدا، لكن في اشكاليه دائما في القضايا ذات الطبيعه الجماعيه او الطبيعه الجهويه. بالتاكيد القاضي السوداني كقاضي فرد منفصل عن عقيدته القضائيه ومنفصل عن رايه السياسي وكذا، ولكن بنجد انه للحرج الغبلي وللحرج الاجتماعي لا يمكن يكون مؤهل لنظر قضيه ممكن تكون مرتبطه باي مساله استثنيه او مساله عرقيه. بمعنى اذا كان عندي نزاع في دارفور، طبيعه القاضي والمكون الغبلي بتاعه يبقى اشكاليه، بالتالي يبقى التاهيل الدولي افضل من التاهيل المحلي. طيب عدم المقدره وعدم الرغبه بتبقى واضحه جدا في حاله بتاعتنا نحن هنا، و الخلل في المنظومه العدليه، عدم قيام المجلس التشريعي،
غياب المحكمة الدستورية، غياب مجلس القضاء، عدم توفر التدريب اللازم للكوادر، والمخزون التاريخي الفاضي للأحكام الدولية. كل المسائل دي بتقودنا لأنه نقوم بحملتنا وننهض همتنا ونتحرك كلنا للمصادقة على الاتفاقية بتاعة روما، وكلنا نكون على الأقل قدمنا واجب بسيط جدا لكل الشهداء إذا كانوا في فضل الاعتصام. وما ننسى الشهداء في كل المناطق، وأنا يبدو لي استرسلت وزدت كثير جدا. شكرا شكرا. سعيد جدا بكنت يا سيد ممتاز، والآن يتحدث الأخ عبد القادر على المعاصي والمطلوب. أنا أقول الإنسان. أنا أقول الإنسان. التحية أولا الشهداء وكل الشهداء والموجودين والجرحى الذين جعلوا لنا هذا المنبر ممكنا في ظل هذا الظرف الانتقالي، وبنحيي برضو الثوار والكنداكيات اللي الآن مواصلين في النضال ومواصلين في الشغل. كويس اتكلم قدام الاساتذه لاجل لا سلوى ومعتز وقطع على الجوانب المهمه، جوانب مهمه جدا. بتكلم انا بقول انه ده كله طبعا المحكمه الجنائيه وحقوق الانسان ده كله ما بينفصل عن القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان. في يا جماعة خلط كبير جدا كان بيكون بين الناس يعني في مسألة القانون الدولي لحقوق الإنسان، ده هو أصلا القانون بتاع الشرعية الدولية، ده بيتمثل في الإعلان العالي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و الحسن الجميل انه نحن موقعين ومصادقين على الاتفاق على العهدين الدوليين في 1986، ده عمل كبير جدا ايام الديمقراطيه، كان تم المصادقه والتوقيع في ظل برلمان موجود. الاعلان عن حقوق الانسان ده طبعا ده الحقوق اصلا ده القانون العالمي الحقوق الاساسيه للانسان بحكم انه انسان، له حق الحياة وحق الصحة وحق التعليم. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ده اللي هو اتبنت عليه كل بعد القوانين وكل المسائل الحقوقية في العالم. ولأننا نحن زي ما قالوا الأساتذة ما بنفصل عن دولة الحقوق والمشاركة الإنسانية، العالم بقى في حركة بتاعت حقوق الإنسان يعني عابرة للغرات، ما في حاجة اسمها دولة بتنفصل برا بكلشر بتاع بثقافتها وباقتصادها وكده، وبحقوق العالم بقى متداخل بشكل متطور جدا وحديث. يعني نحن أحسن نسرع الآن، أحسن الحقوق الانتقالية دي تسرع الوجه الأساسي للدولة، الوجه الأساسي للدولة المجلس التشريعي، الوجه الأساسي للدولة الدستور اللي واجب تجاوب الناس. الدستور ده ومش قانون بس، الدستور ده نظام معرفي كبير جدا غادات ثورة ديسمبر وخلقت منه وجود ثقافي واجتماعي وسياسي، ده البنعكس طبيعي عشان نحن تاني نجي نتكلم ونقول نحن بنلتزم ولازم نلتزم ونصادق ونوقع على الاتفاقيات في ظل وجود انتقالي. ما في حاجة اسمها كل الدول دي مرت بفترة انتقال، العراق، مصر، تونس مرت بفترة انتقال. للآن نحن ليه الكارثة الكبيرة؟ للآن نحن التشريع دستور قانون ما موجود، وده عبر التشريع عبر البرلمان اللي هو البرلمان اللي بيمثل الشعب، القوى السياسية، كيانات اجتماعية، كيانات
ثقافية، كل الأشكال دي اللي هو بتبرور لنا الدستور، بتبرور لنا الوجود اللي بيضغط على السلطة التنفيذية في وضع في لا لا، وهو هو هو هو, هو سبب كل التشريع الأساسي، تعطيل الدستور، تعطيل لا 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 المجلس التشريعي ده حاجة بالمناسبة دي بعد ده اتبنت عليها، فقدتنا أشياء كثيرة جدا، فقدتنا المفوضيات مهمة جدا، مفوضيات السلام، مفوضيات الحقوق، ده كله مرتبط يا جماعة بالقانون الدولي الإنساني، القانون الدولي لحقوق الإنسان. ده ما يختص بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. نجي نشوف في القانون الإنساني في حاجة اسمها القانون الدولي الإنساني، اللي هو ده بيختص لنا باتفاقية جنيف الأربعة، اللي هو الخاص ده خاص فقط بالنزاعات المسلحة، كيفية حماية المدنيين داخل النزاعات المسلحة اللي بتحصل. الكلام ده من 1949 انتلنا، ونحن للآن وللحظة دي بيمارس قتل وضرب واغتصاب في جنين وفي دارفور وفي جنوب جبال النوبة وفي النيل الأزرق، وللآن بيتمارس ما يمارس في الحديقة الدولية، وما يمارس من ضرب سلاح وندوات. نحن يا جماعة نحترم القانون شوية ونحترم الحقوق، موقعين نحن دارين نبني مرحلة بتاعت انتقال دولة مدنية، دولة تشريع، دولة بتاعت حقوق، دولة بتاعت سيادة القانون. لابد لنا من احترام القانون وتطبيقه. للأسف يا جماعة نحن السودان موقع على CRC اتفاقية حقوق الطفل 1991، للآن في مايو خطوا الأطفال مع الناس الكبار. قلتلنا لليوم ده نحن الاتفاقيات الدولية ما قادرين نلتزم بها. بالمناسبة ده عيب كبير، ده عيب كبير جدا في المؤسسات كلها، مؤسساتك بتحصل ما ممكن. نحن محامين وشفنا بعيوننا، يعني ما ناس ما حكوا لنا بجد. نحن لازم نقيف وقفة في تطبيق القانون، التنفيذ والتطبيق نطبق نحن. زيادة على ذلك في حركة زي ما ذكر زملاء، في حركة بتاعت مصادقة، وفي حركة بتاعت توقيع على أهم اتفاقية الآن، اتفاقية روما والنظام الأساسي لروما، اللي هو منه انبثقت محكمة مستقلة. في فريق كبير جدا بالمناسبة بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية دي مستقلة تماما من أي مؤسسات، مستقلة من UN، ما تابع الأمم المتحدة يا جماعة. محكمة العدل الدولية دي تابعة لهيئة من هيئات الأمم المتحدة، لكن الميزة في محكمة الجنايات الدولية أنها محكمة مستقلة، محكمة بنوها وبيقوم بها موظفينها زي ما ذكر، وكل الهيكل الإداري والقانوني بتاعها عبر الدول الموقعة ومصادقة. هي دي ميزتها، وأدت استقلالية كبيرة جدا، وخلت في سيادة لها على الأجهزة، وميزتها عن المحاكم الثانية، ميزتها بأنها زي ما ذكر بتحاكم الأفراد، وهي عبر الحدود، ما في حاجة اسمها حصانات وغير زي ما ذكر. نجم راجعين للموضوعنا الأساسي، اللي هو نحن في التزاماتنا الدولية، سواء كان عبر الإعلان العالمي أو العهدين الدوليين عبر القانون الدولي الإنساني، نحن للآن ما التزمنا، كل دورك على ما التزمنا نحن بحتى الاتفاقيات وحتى المنصوص عليها في قانون الوثيقة الدستورية، الحقوق الدستورية 2005 في المادة 27، يعتبر الاتفاقيات جزء لا يتجزأ. ده زمان CBA اتفاقية 2005، نفس الوثيقة الحقوق دي جاءت في الوثيقة الدستورية الحالية اللي كانت دراجية، وزي ما ذكروا أنها فيها تجاوزات كثيرة جدا للقانون وللحقوق. لكن ما عدا نحن عايزين برضو بنساهم، ما نحن في النهاية في الدولة دي،
نحترم القانون بانه نحن ما زلنا وحنظل نناضل من اجل سياده حكم القانون عبر المتاح عندنا. ايوه في عيوب كبيره جدا زي ما ذكرنا للتاخير في التشريع وفي المفوضيات، وده السبب الاساسي اللي بيخلي الان ما في امكانيه على اساس انه نحن نستند. ده ما بيمنع برضه حركه حقوق الانسان، ده ما بيمنع انه نحن نقوم بحملات كبيره جدا للمصادقه والتوقيع بالشكل الان هسه في شكل بتاع انه جهه تشريعيه اللي هو مجلس الوزراء والسيادي. فالمساله دي هي ما شفت في النهايه داير اقول انه نحن التطبيق ولسه عندنا اتفاقيات كثيره سيدا والاتفاقيات اللي غادي نقولها دي ما بتتغير. نحن ما بننتظر ما تنتظر تشكيل حكومات او تنتظر تشكيل برلمان، تتصادق وتتوقع بالشكل الموجود عشان نحن نقدر نمشي لقدام ونلتزم بحركة حقوق الإنسان العالمية عشان نكون بنحترم القانون. لكم الشكر. شكرا كثير استاذنا. الكلمة الأخيرة عرفوني تعال السلام عليكم ورحمة الله. عباس محيوف محامي. تحية لكل أسر الشهداء بكافة مقاماتهم السامية. التحية للجرحى والمفقودين وعاجل الشفاء للجرحى. أنا حقيقة هتكلم عن حاجة بسيطة جدا. شكرا لزملائي سلوى سعيد واعتز المدني عبد الخالق النميري، أتاحوا لنا فرصة وأسلوا نقاش طيب حول الـ ICC أو المحكمة الجنائية الدولية وغطوا تغطية كل الجوانب. لكن أنا هتكلم عن حاجة اسمها المحاكم المختلطة اللي هي الليلة في سياق السلطة الحاكمة في إنه ليه الناس دي يودوهم المحكمة الجنائية الدولية في هيك ما يحكموهم هنا، وهل ممكن تكون في محاكم مختلطة؟ والكلام ده كان ناقشته المدعية العامة بان سودا في جيتها الأخيرة لزيارة السودان. زي ما ذكر أخونا معتز أو نحن نتحدث عن إنه المحاكم المختلطة، إذا فكرنا إنه نعمل محكمة مختلطة لمحاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية في السودان، هل ده ممكن ولا ما ممكن؟ وهل هذا يجوز قانونا ولا ما بيجوز؟ وهل نحن مؤهلين كمؤسسات عدلية أو مفوضية عدلية لمباشرة إجراءات محاكم مختلطة مع المحكمة الجنائية الدولية ولا ما ممكن؟ لو رجعنا لقواعد الإجراءات اللي اتكلم فيها هنا معتز، إنه محاكمة المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية سواء كان من جبال النوب والنيل الأزرق ودارفور وفضل اعتصامات على مستوى ولايات السودان وأبشع فضل اعتصام على تاريخ الإنسانية، فضل اعتصام القيادة العامة بالسحل والقتل والرمي في النيل، أن إحنا قانوننا يطبق هذه الإجراءات اللي بتطبقها المحكمة الجنائية الدولية ولا ما تطبقها؟
هل احنا بنستطيع ان نتعامل مع المحكمه الجنائيه الدوليه مع قضاتها بالشكل الفني والمهني؟ الشكل الفني يعني قواعد الاجراءات الفنيه، قواعد الاجراءات تحت التغاضي داخل المحكمه الجنائيه تختلف من قواعد الاجراءات الجنائيه، لان احنا في القانون السوداني واللي هي موقعة زي ما قال الرئيس المخلوع كبير وقال المشرف عمر البشير من الزعل. هو قال كده من الزعل يعني. فنحن في محاكمنا السودانية يا اخواننا حتى الان بنتعامل بالقانون الجنائي موقع الرئيس المخلوع. طيب هنقول لك كده عشان نستعدل منه. والقانون ده فصلوه هم على 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 البدلة بتاعتهم اللابسينها ايامهم في سدة الحكم. يبقى نحن كيف حنعمل محاكم مختلطة الآن ونقدر نحاكم بها نحاكمهم بها هم ذاتهم؟ فالمثل من واقع الحال فنيا نحن ما مؤهلين، مع احترامنا لإخواننا في المؤسسة العدلية في الهيئة القضائية ووزارة العدل والنائب العام، ما في زول فيهم مؤهل الليلة لقيادة محاكم مختلطة لمحاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية سواء كان في فضل الاعتصام او جبال النوبه او اني اللزم. فبالتالي نزل طوال يشوف لهم سي وان سيردي يشحنون فيها هنا في مطار الخرطوم ده زي اللي كانوا بيشحنوا الناس بودون شعله ويركبوا طوال ويمشوا هيك يتحاكموا هناك وافضل لهم. انا بفتكر انا ذكرت الكلام ده حقيقه بعد فضل الاعتصام بسبع يوم زمن الناس بتفكر انها تتعامل مع النظام بتاع الرد اللي عملوه العساكر اللي قاعدين معانا في المكون العسكري ده في قناة طيبة، وهسه أي واحد على استعداد يفتح اليوتيوب بيلقاني أنا بتكلم عن إنه الناس دي لازم في قناة طيبة عباس محجوب. بس قبل سبعة يوم بصير على إنه هؤلاء البشر يركبوا يمشوا راهي مش الحاكم هناك. هسه أنتوا قاعدين في المؤتمر ده لو فتحت الغداء بتلقى الكلام ده قبل سنتين الكلام ده. فبالتالي الناس دي نحن نضغط على الحكومة السودانية أو حكومة حمدوك بالتوقيع سوري بالمصادقة وليس التوقيع على ميثاق روما، وهم ما حيعملوا لنا مجلس تشريعي وما يتحججوا لنا زي ما بيسنوا الآن في القوانين في إنه القوانين صدرت الأسي دي مفوضية حوالي ساعة مفوضية بنفس المستوى يقعدوا هم كمجلس عسكري وكمكون مدني بيمثلوا المجلس التشريعي وفق الوثيقة الدستورية ويوقعوا احنا ما قلنا بيزاوقوا لنا يوقعوا ويسوقوا نزل طوال بطيارة ويدوهم يحكمون في المحكمة الجنائية الدولية في مسائل الإبادات اللي تمت ومن ضمنها اخر عباده لتاريخ الانسانيه قضيه فضل الاعتصام. شكرا. طيب شكرا كل الشكر للاخوه العاملين الذين اثروا النقاش وافادونا بمعلومات كثيره. الان نطرح الازمه وميثاق الدفاع عن الديمقراطية. الواقع
85 وموقع عليه كل الأحزاب والقوات المسلحة السودانية والالتزامات دي، وهذه الالتزامات في الميثاق ده ما تصلح كقاعدة قانونية لأي قضية تتعلق بأي واحد من البنود دي. لنا الأسئلة كلها عشان أيوه تعال تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت كلمة آدم قناة خوش. كبير زي ما قلت ثلاث حاجات مهمة جدا في الحاجات المضبوطة بالمدعي العام، وواحد من الحاجات المهمة الدولة ذاتها مرات ممكن ما تنتظر، يعني الدولة مرات ممكن تقدم طلبها، ومرات الأمن الجماعي بالنسبة للإنسانية ما محتاج مرات الدولة تكون، لأن الدراك دي بقت مربوطة بالمجتمع خلاص يعني. وده واحد من الحاجات برضه الناس تحطها في بالها، لو نحن بقينا ننتظر للمصادقة الأمن الجماعي دي بقت فوق للمصادقة ذاتها. السؤال الثاني في تحديات واجهت الحاجات في دارفور زي 5 تحديات. واحد من اسباب التحديات كان واجه محكمه النايل كيف يقدر يوصل للشهود، وده اكبر مشكله يعني. الحاجه الثانيه برضو الحصانات الموجوده عند جيش الشرطه، وبنفس الطريقه الجرائم اللي حصلت في فتره اتصال القياده، الجيش الشرطه والقوات الامنيه هم المتهمين الرئيسيين في من خلال الشاهد بتاع حدث مع حدث، ده خليه كافي تماما لكل الحاجات اللي حصل فيها. التحدي الكبير اللي تواجهكم انتم دائما ممكن تكون فيه اشكاليه كبيره، ومن صوت زيارته للسودان قبل كم مرتين الجايات كان واحد من الاشكاليات، واحد من الحاجات الطلبه كانت تمشي تشوف الشهود وحضور مجلس السيادي مرتين بحضور مجلس السيادي. وانا متاكد كمان برضه هتواجه نفس الاشكاليات الموجوده اللي حصلت لقضيه دارفور من خلال الحي الموجود قدامنا. شكرا جزيلا. شكرا. قبل استكمال الاسئله معلش انا نسيت انه استاذه اميره من المفترض ان تدينا ايضاح حول العراقيل التي تقابل القاصري شهر كده. الدنيا ضاع بسيطة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نحن في لجنة تعمل قانوني لشهداء ديسمبر. لا يمكن على شهداء وكل الشهداء الصور السودانية ومن عائلة الشفاء للدفع وعودة المفروضين. حقيقتنا في الميزات شغالية مع نيابة النيابة في الخطوط الشمالية. النيابة يعني عموما بتواجه تحديات يعني ممكن تصورهم لأنهم يعني مرات لدرجة الإحباط يعني. إحنا هم نقول هو من النائب العام. هناك تجسد في النهاية ده نائب عام الثورة اللي جابوه وجاء عن طريق الثورة. لكن إحنا بنقول الخلل في الأجهزة العدلية نفسها، يعني إحنا محتاجين لإصلاح الأجهزة العدلية. يعني احنا ممكن من الحاجات الاسئله نقولها انه احنا كان عندنا الجلسه اللي فاتت اللي هو يوم الاحد لبلاغ الشهيد حسن محمد عمر جوا احنا في وحده الاصلاح والتدريب القانوني. الدنيا كانت سامه جدا والغاعه نفسها بتشبه السجن يعني.
مديرة المعهد يعني نحن نقول فشلت ولا أي حاجة، لكن يعني ما قدرت حتى توفر لنا جهاز بسيط للجلسة عشان تشتغل. الناس كانوا بيشتغلوا في الجو صعب شديد، يعني بيزرقوا بيسمعوا في الشغل بيشتغلوا فيهم يعني لساعات. دي واحدة. النيابة نفسها يعني نحن يعني نقول إنه النيابة ما موفر لها المعينات تخليها تشتغل، ولنا تيسر على حسب معلوماتنا وعلى حسب ذكرنا بيدي الأوامر لناس في النيابة داخل النيابة على أساس إنه في حاجات تنفذ لوكلاء النيابة المباشرين اللي هم وكيل أعلى مولانا محمد السعيد، مولانا محمد إبراهيم، مولانا محمد الصافي. لكن الحاجات دي ما بتنفذ. يقبل عراقيل يقبل الدولة العميقة أو العراقيل جوه داخل النيابة نفسها، لأنه ما حصل تغيير، ما حصل حاجة، يعني ما في حاجة، يعني ما في حاجة بتنفذ. يعني إحنا بنقول من أبسط الأشياء، من أبسط الأشياء، يعني وكلاء النيابة ديت كتير بيضطروا يدفعوا مصرفات من جيبهم من أموالهم الخاصة، حتى في الحركة، في الترحيل، في شغل النيابة. نحن ما قدرنا نقول إنه أعيننا اللجنة، يعني ده واجب علينا، ونحن ما بنمين على الشهداء. يعني نحن جابنا بيهم دول، لكن نحن بنقول إنه داخل الأجهزة العادية ما زالت في عراقيل بتتم، يعني وما زال جهاز الأمن أو الناس المعينين على جهاز الأمن يرفضوا تسليم أو حتى إيضاح. يعني بيتصل إجابة واحدة لما يتم العثور عليه الجهاز تم تفكته. يعني بتجي أسماء بتاعت ناس وأرقام دفع، بتجي إجابات كده، يعني مرات بتكون يعني أنت ما يعني مغلوط بالجد. يعني ففي عراقيل بتواجه النيابة كتير، يعني ورغم كده يعني إحنا بنشكرهم، هم يعني مضغوطين شديد. يعني أنا بالنسبة لي وكلاء النيابة الثلاثة ديل، يعني زول منه يصيب بالكورونا ثلاثة مرات في الفترة دي، ويظل قاعد من الصباح لحد المساء. فدي يعني إحنا بنشكرهم على شكر جزيل، يعني هم محتاجين مننا شكر، لكن إحنا دارين بس كنا دارين أوضح الحقيقة للرأي العام ولأسر الشهداء. شكرا جزيلا. أنا عندي سؤال بس. السلام عليكم من السوشيال ميديا. عندي سؤال. طيب السؤال بيتكلم عن سؤال واضح، أنا من سيء ما أتكلم فيه. الحكومة عاملة من الشق المدني والشق العسكري. أي بفضل الحكومة الأولى لكن ما يتمج من الحكومة ذلك من الحكومة. السؤال اللي أنا دار أسأله، هل الحكومة دي كاملة كده لو جي حكومة ثورة ولا ما ثورة، هل هتقبل إنه تسلم الجناح دي بلا هاي؟ السؤال الأول. لأنه من المنطق كده ما في شهور مجرم يسلم نفسه للعداله، فهل الحمله دي نجاحها الحمله دي بتعمل من الشعب، او انتوا حتلقوا الحكومه؟ انا واحد من الناس ما بتلقاها حكومه شخصيا، ده رايي انا شخصيا، الحكومه انا ما بتلقاها حكومه ابدا بالسنه. فهل انتوا محتاجين الدعم الشعبي؟ لان هي اللي اسمها الحمله الشعبيه المصالحه الاقتصاديه.
الأمن والصبع وعودة المحامي الشهيد. السؤال إنه نحن دروس التشهير حتى الآن نحن الصراحة ورجع 130 فقط بأنه عدلنا المادة من التقرير التعصبي الشرعي ما فيها حاجة، منتظرين لجنة التدريب على أساس إنه يصبوا الشهور في قالب واحد ويفرغوا بعدين في البلاغات. طيب السؤال، إذا كان اللجنة اللي نحن نصبح القانون حقا داخليا زيادة حكم القانون، لماذا النائب العام ما يغير اللجنة؟ غير اللجنة، لجنة جديدة، مع العلم إنه فضل الاعتصام في خلال اللجنة اللي تعين للتحقيق في خلال 72 ساعة كانت في المسرح الحادث في ميدان الاعتصام وعند أدلة، وتمت بعد 72 ساعة تمت طلبهم إنه يسلموا الملفات اللي عندهم للجنة الجديدة. إذا معناه ذلك السؤال، لماذا لا أقيل النائب؟ لماذا؟ لأن السيادة بتاعت القانون وين؟ إذا كان في عندنا الأدلة جاهزة، عندنا مستندات، عندنا بلاغات متوقفة على لجنة أدلة. صراحة والله أنا أول مرة أدخل الدار خلنا نجري وكنت أتكلم مع زميلي قلت لهم يعني أنا تلك الإجابة يعني حزني الآن في أسر شباب وفي موجودين والآن هناك دولة أخرى قائمة وبتعمل في يعني حاجة مخالفة تماما لما خرجت من أجله الثورة. طيب أنا سؤالي قريت للزميل اللي سأل قبلي، إذا لم تتم إغالة النائب العام ما هي الخطوة اللي ممكن تتخذها منظمة أسر الشهداء ثورة ديسمبر؟ سؤالي الثاني، الحملة هي يعني نحن حنكون معاكم إن شاء الله قريب وكذا. طيب ما هي الخطوة اللي ممكن تقوم بها منظمة أسر الشهداء ثورة ديسمبر؟ ما هي الخطوة اللي ممكن يقوم بها تجمع السودانيين ومنظمة أسر الشهداء إذا لم تتم المصادقة على ميثاق روما؟ شنو ممكن تكون الخطوة اللي بعدها؟ السؤال الثاني، الفترة الانتقالية هي 3 سنوات، هل هي كافية لتحقيق العدالة؟ سؤال أخير، إذا وافقت المحكمة الجنائية إنها تعمل مكتب في الخرطوم لتسهيل حركة الأسر التحقيق والمحامين وممكن يستفيد منها القضاء والمحامين السودانيين، أنتوا رأيكم شنو؟ شكرا. معلش هنستقبل آخر سؤال وبعد هذا السؤال إن شاء الله نختتم. وقبل الاختتام أود أن ندعو كل الأجسام الثورية والمطالبة بالمصاص بالشهادات في وقفة 3 يونيو للتوقيع على المذكرة التي ستقدم للجهات المختصة بهذا الصدد. أكرر مرة ثانية، ندعو كل الأجسام الثورية للمطالبة بالمصاص بشهداء الحراك الثوري للتوقيع على المذكرة التي تقدم للجهات المختصة. نستقبل أخينا وعذرا بعد أن جمعنا هذه الكارثة الكبيرة، شكرا جزيلا. طيب شكرا المخصص. أنا حقيقة الله ما جاي أسأل في الكلام الأخير لسه بالتعليق المناسب، يعني كلام في الدفاع عن النائب العام إذا فضل الفضل إنه يعني كده مثل الصورة يكون واحد، إذا فضل مثل إنه يعني يعمادي مثل الصورة يكون واحد، تمام؟ أنا وسامع وتجمع عصام أصلاً، يعني عندنا تجربة
دي حاجة إضافة بسيطة لوزارة الشؤون. يا جماعة من الأحداث الأولى بتاعت 2003 بتاعت ميال كاس الرجال اللي اتهموا فيها 52 الشهود التحريات والشهود ده نحن المحامين في حاجة اسمها يومية تحرير في حاجة اسمها شهود. في هل تعلموا يا جماعة أنه في 2005 تم استجواب ناس داخل السودان، لكن ده شغل ما بيتحمل إعلام ما بيتحمل الشهود، دي يومية بتاع التحري وشغل. في شهود من السودان هنا مشوا، في شهود تم استجواب، لكن ده شغل إجرائي بتاع التحري، ما هي حاجة نحن القانون في المراحل الإجرائية الأولى بتاعت التحري دي شكل الحماية بتاعت الشهود بتوفر بشكل الوصول للشهود بتوفر، لكن كمان الإجراءات بتكون في منتهى التأمين والسرية للشغل الإجرائي بتاع الجنايات بتاع النيابة وبتاع الناس المسؤولين حتى من المحكمة حتى أوقافه هنا جاء السودان هنا ما بدأت شغل وبعدها بترفع تقارير هناك. يعني ما بنطرح للإعلام ما بنطرح للشارع ما بنطرح للحكومة. تمت إفادات من إيلان وبرنا معسكر وقام مشاهدة وبواسطة المحكمة الجنائية المدعية ما جاء سايب المناسبة والشيف ده ما هو سايب وشاب ده سلم نفسه لكن ما هو يا أخي سبوك البينات فيما يتعلق بالعسكريين يمشوا
يمشوا وما يمشوا وفق التحريات والضوابط والمضابط. انا مجرم اركب امشي، انا مشاهد امشي بحمايه قانونيه كشاهد. ما كان عندنا عسكري، عسكري كان زمان اسمك عسكري ما مشى نطلع للشارع ده، الشارع ده ونحرق له ساكن ومشربين ونضرب رصاص ونكون قدامه كده. في اخ قال لا لا هنا السؤال بتاع الحكومة فتي الحكومة هي شئنا أم أبينا هي حكومة الفترة الانتقالية. يلا تغيبنا الآن إحنا كمواطنين نحكم الثورة ولا ما حكم الثورة، نوف معطياتها للشعب السوداني. والدليل على كده الحكومه اذا قلنا لا سوي كده ما سويت بنمرق لها الشارع بنحرق لها الاساتذه لان كلنا كنا قاعدين في القياده دي. وانت شاهد على الكلام هو الواحد. وفضل الاعتصام ذاته شاهد. وشاهد على فضل الاعتصام. السؤال الحمله دي دايره يعني الحمله دايره دعم شعبي كامل. كويس. والسؤال الحمله اللي قاله استاذ سلو سعيد اللي في الشاب اللي تكلم عن النيابه انه احنا بنطبل النيابه ولا ايش ما هو؟ المحامي ماشيين قال يبغوا كلا نيابه. ولو له انت قلت ان احنا محامين ماشيين نبغى اها. انا اصلا بس والله يعني احنا والله يعني احنا زي ما قال اخونا معتز البدني كبير وانا قبل شوي شاهدت واحد من اهلي شاهد من اهل الشهداء او من فراغ الشهداء وبعرفنا احنا كل الاستاف او الزملاء قاعدين في المنصه دي. والله احنا لا بنطبل لنائب عام ولا لنائب خاص ولا لحمدوك ولا ما لحمدوك، احنا ابناء شعب سوداني نعرف الثوره اللي قامت من اجل الشعب السوداني. ما عندنا مصالح في اي كان مكان فيهم. كويس؟ وقاعدين في الشارع ده ليلى ان تعدل مسار الثوره. وما بنقول في كلام بتاع المثقفات يعني، بنقول في كلام بتاع الشوارع اللي بتخرفها كبيره اخونا معتز المدى قال نحن ابناء الشوارع. ونكرر نحن ابناء الشوارع. محمد عبد من الشارع. يلا بلغه الشوارع احنا تقدر تفهم ان احنا اصلا مطلوب شنو ودايرين شنو. زمان كان في استباحه للمال العام للحق العام، لكن بقى ما في رادع للجريمه. الجريمه وصلت من حد العام، الشارع العام فقدت امان العام. بقى الشارع العام مرعب، ما نقدر تقدر تحكم في الشارع العام. كل التحذيرات انه خلي بالك في الشارع العام، حافظ على المتركات. الحاجه اللي جابتها لنا انه ما في رادع للجريمه. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق العقوبة ما كل الناس العامة اللي راجعوا يتحاكموا.